هو شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم عندنا ضيفه، بس قبل لا اكلمكم عن موضوعنا خلوا اعرفكم على نفسي اذا اول مره تزورون قناتنا. انا اسمي اروى، عندي مطعم مخبز بالكويت اسمه كرمز، عندنا منيو كامل نباتي اسمه تيبل 11، وعندي مدونه اسمها اي لاف كرمز. معظم الوصفات اللي تشوفونها على اليوتيوب وعلى المدونه هم نباتيين او فيجن، فوايد منكم تسالوني عن اسئله عن النظام النباتي. بس اللي ما يعرف، انا مو نباتي 100%، مع ان معظم اكلي ينعد نباتي، فقلت اليوم راح اجيب لكم ضيفه عشان اجاوب اسئلتكم. ضيفتنا اليوم عبير الشرهان، هي رئيسة ومؤسسة جمعية النباتيين الكويتية، الكويت فيجن سوسايتي، وراح اجاوب اسئلتكم، ووايد منها مرت علي او انتم بعثتي لي اياها على سناب شات، فراح اجاوب اسئلتكم ان شاء الله. واذا في شيء احنا ما جاوبنا راح تقدرون تحطونه بالكومنتات اللي تحت، وان شاء الله عبير راح تساعدني اجاوب ان شاء الله. اكيد بعض المصطلحات اللي راح نستخدمها راح تكون بالانجليزي، اذا ما ترجمناها وقتها بالفيديو راح احط لكم الترجمه بالفيديو نفسه. وبنفس الوقت اللي مو فاهم عن لهجتنا الكويتيه، اوكي سوري السياك اللي قاعد تمر، اعطونا دقيقه. فاللي مو متعود على لهجتنا الكويتيه راح نكتب كل الاسئله مع الاجوبه بالفصحى، وراح تلقون الرابط بالاسفل الفيديو. اوكي عبير، اول شيء قولي لنا صار لك كثر متابع النظام النباتي الفيجن اللي هو النباتي الصرف؟ الصرف اوكي، مو الفيجيتيريان اللي ممكن ياكلون الالبان او البيض وكذا. صحيح، الفيجن يبتعدون عن اي شيء حيواني. صحيح. اوكي، فصار لك كثر؟ صار لي الحين نباتيه بحت تقريبا فوق ال 15 سنه. صدق؟ وقبلها لقيت، وقبلها سنتين فيجيتيريان، يعني سنتين كنت اكل الحليب والبيض، بعدين تدرجت شوي شوي لما صرت فيجن. ما هقيت كلش، ما هقيت، تعمدت ما اسال السؤال قبل. لا بالعكس، كنت يعني ابي اسال اكيد، بس كنت بشوف ابي كلش مو يعني توقعت 6 سنين 7 سنين شيء كذي. يا صار جزء ما افكر فيه يعني، خلاص يعني فيجن. يا واو اوكي، فمتأسستي الجمعيه؟ جمعيه النباتيين هي طبعا لحد الحين under establishment او تحت التاسيس، بس بدينا بالنشاط فيها من 2014. اوكي تمام. 2014 نسوي محاضرات عن النباتيه، نسوي موفي نايت عن الافلام الوثائقيه، الدوكيومنتريز، نشارك في اكزيبيشنز. مثلا الخميس اللي فات كان اليوم العالمي النباتي، راح نكون متواجدين في احد المولات نكلم ونثقف الناس عن نمط الحياه النباتي. يعني هذه هي النشاطات اللي من اول ما بدينا نسويها. احنا استغلينا الفرصه ان شهر 11 هو الشهر النباتي العالمي. اوكي، فقلنا إن فرصة إن نسوي هذا الفيديو ونجاوب أسئلتكم. أوكي، فشنو كان أصعب شيء لما انتقلتي إلى النظام النباتي؟ شنو اللي كان أصعب، أكثر شيء واجهتي أو أصعب شيء كنتي وقفتي أو؟ في البداية أنا لحد الحين أصعب شيء عندي كان السيفود، كنت أحب السيفود وايد 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 وايد، لما الحين حتى ريحته لما أشمها I like the smell يعني للحين 15 سنة. بس باقي الأشياء توزنت ما كانت وايد صعبة، بس أكثر شيء هو الواحد أول أسبوع أو أسبوعين، أتذكر تقريبا أول شهر بعد، اللي تحسين إنه شنو آكل، شنو الأشياء اللي حطها مع بعض، ريوقي شنو راح يكون، يعت أول أسبوع ماني عارفة شنو أحط مع شنو، أي شيء استعمله، لا هذا فيه جبن، لا هذا فيه بيض، لا هذا فيه زبدة. فشوي شوي على ما تعودت إن أقرأ المحتويات، قريت وثقفت نفسي، بديت أنا أسوي أكلي بروحي، يعني مو الأشياء الجاهزة اللي تنطلب. فأصعب شيء كانت هذه أول تقريبا أول شهر اللي قاعدة أتعود فيه إنه الأكل إنه يكون يعني نباتي كثر ما أقدر، فهذه التحويلة يعني. إنزين، لو أنت الحين صرتي نباتية مو من 15 سنة، أي أسهل؟ كان وايد أسهل؟ أسهل أكيد أسهل. الحين يعني قاعد أتكلم أنا عن الكويت، فروحي أغلب الجمعيات راح تلاقين بدائل الحليب البقري وبدائل الأجبان، راح تلاقينها النباتية معظم الجمعيات راح تلاقينها. الحين في الجمعيات المتخصصة فيها هم بدائل حق اللحم، يعني حتى أول أقول إنزين أنا أحب الجبن شلون أتركه، في أكو بدائل حقها، أحب البرد شلون أتركه،
نتركه، في اكو بدائل حق هذا الشيء. قبل 15 20 سنه هالشغله ما كانت موجوده يعني. فاكيد الحين اكيد اسهل من اول. بس ما كانت موجوده، كان ما حد يعرف شنو يعني. صحيح صحيح، ما كان يعرف شنو يعني حليب اللوز. انا ما كنت اعرف. صحيح. وانا اصلا مجالي الاكل وما كنت اعرف شنو يعني حليب اللوز. هذا هو. فالناس بدات شوي تتثقف وتقرا وتعرف ان هذه الاشياء يعني زينه حقها. شنو السبب اللي خلاك تنتقلين حق النظام النباتي؟ السبب او الاسباب. الاسباب هو ان الواحد يتبنى نمط الحياه النباتيه، فيها عده اسباب. اوكي، كل شخص لطريقته، بس بالنسبة حقي أنا أكثر شيء كانت عشان الحيوانات صراحة. في البداية كانت أساس أن أنا ما بأكل الحيوانات، بعدين شوي ثقفت نفسي، قريت أنه وايد صحي حق الإنسان. ثقفت نفسي أكثر، دريت أنه في أثر سلبي كبير على البيئة إذا أكلنا اللحوم والألبان بكثرة. فعشان أثبت نفسي بهذا النمط، دائماً في البداية أتذكر نفسي ليش أنا صرت نباتية. فأتذكر الحيوانات، أتذكر البيئة، أتذكر أن صحتي صارت وايد أحسن من هذا الشيء. بس سببي الأول هو الحيوانات، بعدين البيئة، وبعدين الصحة. هو صح كلامك. هم الحين ثلاث أسباب. هم عادة الناس لما يتحولون حق النظام النباتي يكونون يا الصحة يا البيئة يا الحيوان. صحيح. ذاك اليوم كنت قاعد أكلم صديقتي، فقاعد أقول لها إن أنا أحب النظام النباتي بس ما أتبعه 100%. فهي كانت جوابها تقولي أنت ما تتبعينه 100% لأن أنت قاعد تفكرين فيه من ناحية صحية ومن ناحية البيئة ومن ناحية الحيوان. إذا أنت قاعد تفكرين فيه من ناحية الحيوان يعني ما راح حتى يكون يعني ما راح تترددين. أي فعلًا. إنك تتبعينه 100% فعلًا. لما يكون السبب الحيوان. فعلًا. فعلاً. وبعدين أنا يعني أنا من الناس يعني كوايد فيجنز ما يعجبهم كلامي. أيوة. بس أنا من الناس اللي أشجع الناس حتى إذا بس تحاول إنها تصير نباتية، ما كنت مو إلا 100%. طبعاً أفضل إن الشخص يكون 100%، بس إذا الشخص ما يقدر، حتى إذا الواحد خفف، هذا هم رح يأثر على الحيوانات، هم رح يأثر على البيئة، وهم رح يأثر على صحته. ففي ناس تقدر تصير فيجن 100% وهذا شيء عجيب، وفي ناس ما تقدر، بس على الأقل إن الواحد يحاول. اليوم شفت مقابلة مع جيمس كاميرون وزوجته. هي كاتبة كتاب اسمه One Meal a Day، يعني وجبة واحدة باليوم. والكتاب الفكرة مالته تبي تبين حق الناس إن بس وجبة نباتية باليوم تأثيرها على البيئة شيء مو طبيعي. تخيلوا وجبة واحدة باليوم، ترى احنا ممكن ناكل وجبة واحدة نباتية باليوم ولا تحسين. صحيح. لا مو بس ممكن ناكلها اصلا يعني. صح. الواحد لما ياكل مثلا سندويشة فلافل صدق الله اوكي بالضبط، هذه وجبة نباتية. لما الواحد بالضبط مثلا يتغدى وياكله تبولة وحمص ومتبل، هذه وجبة صح نباتية. صحيح. يعني صحيح. بس ننسى، بس الواحد لما يسويها على وعي ممكن يكون قاعد يساعد الحيوان، مثل ما قلت الحيوانات، البيئة والبيئة والصحة. وإذا الواحد سواها على وعي شوي شوي هو بنفسه راح يقول أوكي خليني أحاول مثلا حتى السناك مالي يكون نبات. فهو شوي شوي راح يشوف أو راح تشوف إنه والله في أكو تأثير إيجابي على صحتي. إذا قرأ أو قرأت أكثر وأكثر راح تحس إن أنا قاعدة أسوي شيء وايد إيجابي حق نفسي وللغير يعني. حلو. أنا طبعا أكثر سؤال يوصل لي إن لو أتبع النظام النباتي رح ينزل وزني ولا لا؟ هذا أهم سؤال. شوفي عامة يعني إذا تبين جواب عام، إيه جواب عام يعني أكيد رح ينزل، لأن اللحوم والأسماك والألبان والأجبان very high saturated fat، فيها دهون مشبعة كثيرة. إذا شلتيها من أكلك أكيد رح تضعفين. بس الضعف والمتن هذا كله يرجع حق طبيعة الشخص نفسه. فإذا هو أصلاً متين راح يظل، إذا هو أصلاً ضعيف راح يظل، إذا الشخص اللي شوية overweight صار vegan راح ينزل أكيد في البداية، بس بعدين ترجع عليه. إذا هو يكمل بطريقة صحية راح يظل ينزل، بس إذا رد يأكل مثلاً chips ولا أوريوز هذا كله فيجن مثلاً، فاشتا هذا كله إكزاكتلي سبوسة خضرة كله فيجن هذه الأشياء، فممكن تمتن يعني. فيعتمد على الشخص. فبالأخير يعني
هو ممكن الواحد يضعف على النظام النباتي أكيد. بس بالأخير السعرات الحرارية والكمية ساينس هذا والحركة والأشياء أهم تلعب أي نعم أكيد أكيد أوكي تمام. فشنو ممكن تقولين منافع النظام النباتي على الصحة يعني الدراسات خصوصا الحين يعني بالسنين الخمس سنين اللي طافت أكيد. الدراسات كلها بينت ايش كثر تأثير أكيد. على الصحة أكيد. شنو أهم شيء في أكو دراسات كثيرة 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 عن تأثير النمط الحياة النباتي على صحة الإنسان فإن كان في بعض الله كافي نشر أنواع السرطانات ممكن هذه تساعد إن تبعد الإنسان عنها إن كان الكوليسترول الكوليسترول فقط موجود في المنتجات الحيوانية ما تلاقين كوليسترول في المنتجات النباتية الضغط السكر هذا كله راح يعدل نفسه إذا الشخص مشى على نظام نباتي صحي هذه الناس اللي تنساها فعبالة نظام نباتي وبس مثل ما قلتي مقالي يعني هذا أكيد ما رح يكون صحي فآثارها الصحية متعددة والشخص بس يصير نباتي أغلبهم تحسينه يحس إنه أوكي كنا أبي أسوي بعد رياضة أنا حسيت إن أنا صحي كنت قاعد أكل صحي يعني فكنا يصير دومينو إيفكت إن حياته الباجية تصير تفكير إيجابي يصير أكثر فإتسن يعني إتسن all around positive experience يعني مثلا شيء يأثر على أشياء ثانية نعم فالواحد نعم مثلا يتبع نظام معين ويخليه يعني نسبة إنه هو مثلاً يمشي على يسوي رياضة أكثر هذا هو هذا هو حتى التفكير واحد يتغير لأن يعني إحنا لما نأكل إحنا ما نفكر بالأكل من وين الأكل يا من أي ديرة يا شلون الأكل يا أثر على البيئة ما هذه الأشياء إحنا بعيدين كل البعد عنها وما ندري إيش كثر تأثر على جسمنا تأثر على البيئة تأثر على الحيوانات تأثر مرات على الناس نفسهم المزارعين اللي قاعدين يشتغلون هذا الأشياء إحنا ما فبس الشخص يوعى شوية ويقرأ شوي شوي الحياة تصير يعني ديبر يعني تكون يعني لها معنى أكثر صح صح زين ممكن بس نتكلم شوية حق اللي مو عارف ليش الأكل الحيواني وكثرته يعني لها أسباب أو تأثيرها سلبي على البيئة ليش؟ أوكي أول شيء هذا راح يصدم الكل راح يصدم الكل إن بالسنة العالم يذبح يعني البشر يذبح تقريبا 150 بليون حيوان يعني 150 ألف مليون حيوان بالسنة أوف. يعني نتكلم دياي نتكلم بقر نتكلم الأسماك والقباقب وهذه كلها نتكلم البط نتكلم الخرفان 150 بليون وإحنا 150 بليون والبشر أصلاً كم بليون بالعالم؟ يعني سبعة ثمانية؟ سبعة ونص تقريباً أوه. فهذا عدد يعني الواحد ما يقدر يستوعبه إذا الواحد يفكر فيه 150 بليون تكرمين مخلفاتهم الحيوانات هذه وين قاعدة تروح؟ قاعدة تروح كلها في المياه قاعدة تروح كلها بالمحيطات قاعدة تروح كلها بالأنهار هذه كلها تأثر علينا بعض الحيوانات لازم يعني يخربون غابات يعني مش أقول لك يعني آلاف الغابات يخربونها على أساس يزرعون زرع حق هذه الحيوانات علشان تاكلها فلما إحنا نسوي كذي إيش كثر حيوانات راح تنقرض إيش كثر نباتات راح تنقرض هذا كله أساس إن إحنا بس ناكل الوجبة هذه لمدة دقيقتين أو لمدة خمس دقائق في أكو شيء بالمحيطات يسمونه الديد زون فصار فيها محيطات من كثر ما إنه منتزع منها الأكسجين من كثر البلوشن ما يصير فيها سمك ولا يصير فيها قباقب ولا يصير فيها حياة من كثر ما إن الأكسجين منزوع منها هذا كله من الطريقة اللي إحنا قاعدين نربي فيها الحيوانات فإن كان تلوث بالهواء تلوث بالماء تلوث التربة التربة نفسها الأول يعني ممكن تزرعينها مرة أو مرتين أو ثلاثة الحين التربة تزرعينها مرة واحدة وبعدين بس خلاص من كثر ما إحنا استعملناها فذا سامعة بالاحتباس الحراري أكيد هذا كله يطلع من ثاني أكسيد الكربون من الميثين غاز الميثين اللي هو عادة يطلع من الحيوانات اللي إحنا نربيها فوايد وهو اللي فهمت إن اللي يطلع من الحيوانات أكثر من اللي يطلع من السيارات من السيارات من القطارات من الطيارات كومبايند يعني كلها مع بعض هذه تأثر على البيئة أي والله ففعلا الشخص يعني دائما وايد ناس تقول إن الشخص الواحد ما يأثر الشخص الواحد ما يسوي شيء إنه ممكن إنه تنتفعين منه
بس شخص واحد إذا تحول حق الحياة النباتية ممكن يساعد نفسه، ممكن يساعد البيئة، وممكن يساعد الحيوانات، بس يعتمد على السبب اللي أنت تبي تصير فيه نباتي. وفي دراسة طلعت من جامعة أوكسفورد بجورنال اسمها ساينس العلوم، وتقول إن أحسن شيء ممكن الفرد يسويه على أساس يكون تأثيره إيجابي على البيئة كفرد هو إنه يكون نباتي كثر ما يقدر. مشكورة. أنا بصراحة يعني هالأشياء تمر علي بس قاعدة انصدم من الأرقام. إيه نعم إيه نعم إيه والله يا ريت. يعني أنا كل مرة أسمعهم. صحيح يعني صحيح صحيح. وأنا دائما أقول حق الناس، دائما لما أتكلم لما أعطي محاضرات دائما أقول سمعوا الكلام بس أنتوا روحوا وبحثوا، راح تلاقون هذه كلها إحصائيات، كلها دراسات، هذا مو رأيي أنا، هذا يعني الأشياء already موجودة مدروسة، عارفينها بالأرقام وبالدول، يعني مو شيء بس فعلا شيء يخوف أموس، يعني شيء واحد لازم يفكر فيه. فالحين السؤال الثاني، سؤال يوصل بعد ما الواحد ينزل وزنه، إنه وين حصل البروتين إذا إحنا مشينا على نظام نباتي؟ أوكي، معظم الأكلات النباتية فيها بروتين، بس بعض الأكلات يكون فيها بروتين أكثر من الثاني، فحتى البطاط فيه بروتين، الخس فيه بروتين، كل شيء فيه بروتين. بس إذا الواحد يبي بدقة وعساس أن نتأكد أن جسمنا أخذ اللي يحتاجه من البروتين، طبعاً العدس بأنواعه وأشكاله، الماش، العدس، تعرفين الأصفر والبرتقالي والأخضر والأسود. أعتقد بعد اللي قريت أن العدس في بروتين أكثر من أي أنواع من البقول الثانية، ولا ممكن بس مثلا الباجلة فيها عالي، المخي يكون فيها عالي، يعني حمص، يعني الحمص يكون فيها عالي. بعدين في فول الصويا يسوون منه التوفو، يسوون منه التمبي اللي عارف الأدمامي بالمطاعم اليابانية، هذا وايد عالي بالبروتين ووايد صحي. فهذه الأشياء يعني الواحد ممكن يحطها بالريوق بالغداء. المكسرات فيها البروتين. عافية. That's right. Yeah, that's right. وبعدين في بعض الحليب النباتي يكون مدعم بهذا الأشياء، فإن كان صح كالسيوم صح إن كان بروتين يكونون مكتوب عليه يعني. أوكي تمام. فيعني مو صعب في البداية بس راح يكون صعب، بس بعدين تعودون. هو أعتقد لأن الواحد عند الانطباع حتى موضوع الكالسيوم، إيه نعم، أن الكالسيوم لازم من الحليب، لا، والبروتين إيه لازم من اللحوم. صحيح. بس صحيح هذا إحنا شوفي شنو يصير، مرات أسهل إن الواحد يفكر بهذه الطريقة، لأن إذا واحد بيصير نباتي لازم شوية ينظم نفسه في البداية، لأن شنو يصير مع وايد ناس أشوفهم عقب أسبوع إن مليت نفس الأكل شنو تأكلون، فواحد لازم ينظم نفسه في البداية أساس إنه يبدي صح وما يستسلم. بس تقولي لنا شنو أهم الأشياء الواحد يخليه بباله، مثلاً أكثر نصيحة ممكن تعطينها أحد ناوي يتبع نظامنا نباتي؟ أوكي، أول شيء إن نكون طيبين وكريمين مع نفسنا، يعني ما يعني نحاول كثر ما نقدر إن نصير نباتيين، بس إذا يوم أحد زرق شيء ما أقول أبي أنا بعد ما صرت فيجن إيش راح أسوي، فكل ما صارت الشغلة تدريجية كل ما الشخص قدر يثبت عليها أكثر. طبعًا في وايد ناس يقدرون يصيرون فيجن يقرون عنه خلاص أنا ما رح أكل منتجات حيوانية، بس أغلب الناس مو كذي، فإن الواحد يكون منظم إن أول أسبوع أعرف إن ريوقي رح يكون كذا، غداي كذا، عشاي كذا. كثر ما تقدرون الحين بالكويت صار في كثير مطاعم نباتية أو عندها فيجن أوبشنز، ممكن أروح المحل وأشوف أهما شنو قاعد يعطوني وأقدر أسويه في البيت، لأن الأكل النباتي ترى كثير منه مو بهارات كثيرة، مو يعني يوجلي يعني بسيط، عادة بسيط ولذيذ، هذا هو، فإن ممكن نسوي في البيت. كثر ما نقدر إذا في حواليكم أحد نباتي إن قعدوا معه سألوا أسئلة، شون هو كانت تجربته، شنو الأشياء اللي خلته يكمل، شنو الأشياء اللي خلته يتراجع مثلا. كثر ما نقدر لازم يكون في سبب حق كل شيء، فإذا واحد يبي يقوم النوم الساعة 5 الفجر كل يوم لازم أنا في عندي سبب ليش أبي يقوم الساعة 5. نفس الشيء أبي أصير نباتي، ليش أبي أصير نباتي؟ هل أبي أصير نباتي حق صحتي؟ هل أبي أصير نباتي حق البيئة؟ هل أبي أصير نباتي حق الحيوانات؟ ليش أقول كذي؟ أساس إذا الواحد حس إنه كنا اليوم أبي أكل ستيكة، بس لازم أذكر نفسي إنه لا، أنا أدري إن اللحم فيها كوليسترول، خليني أحاول إن أنا أمسك نفسي.
فهذه الأشياء الرئيسية، إن الواحد يكون طيب مع نفسه، ما أكون قاسي على نفسي إن إذا مثلاً غلط أو هذا إتس أوكي نرد نعيد مرة ثانية ماكو مشكلة، نسأل كثر ما نقدر. دائما في اكو بدائل، فلا تفكرون انه ما في بدائل للحليب، بدائل للاجبان، بدائل للايس كريم، بدائل حتى الحين للزبده صار في اكو بدائل. وبس موفقين ان شاء الله، اند اكيد تقدرون تسوونها لو مثل ما قالت اروى، لو وجبه واحده في اليوم يعني. تمام، وراح تلقون وايد وصفات هني عندنا على يوتيوب وعندنا بالمدونه. اللي بحب اقول لكم اياه الحين على اخر شيء، اول شيء مشكوره وايد عبير، ما قصرتي، ومثل ما قلت لكم لان شهر 11 هو الشهر النباتي العالمي، اوكي، فاحنا راح يكون عندنا تجمع اليوم، يوم اللي ينزل فيه الفيديو اللي هو 11/11 راح يكون عندنا في كرمز المروج، اذا حابين تعرفون اكثر. ومسوين تحدي انكم تصيرون فيجن لمده 11 يوم، فراح نحط تفاصيل عن هذا الموضوع، لان للحين احنا ما قررنا على كل شيء بس راح تصير الشغله، راح تصير إيه؟ فالتفاصيل راح تكون موجوده تحت زين. وبس مثل ما قلت لكم اذا في اي شيء احنا ما غطيناه حطوا لنا اسئلتكم تحت وراح نجاوبها ان شاء الله. وبس ان شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم. مشكوره عبير، ما قصرتي. العفو العفو العفو، باي.